السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع البراكتس تايم في الوحدة الأولى. البراكتس تايم بيعلمني فيه إزاي أتكلم عن there is و there are و there was و there were مع استخدام prepositions of location، يعني حروف الجر الخاصة بالمكان. يلا بينا، بس قبل ما نبتدي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات ان شاء الله. تعالوا نشوف يلا prepositions of places or of location اللي هو مدهالي في الدرس ده. عندنا كلمة beside معناها بجانب، behind معناها خلفة، across from معناها في الجهة المقابلة من، in front of يعني أمام، near يعني بالقرب من، above معناها أعلى. طبعا في الوحدة دي حبيبي بيكلمني عن there is و there are و there was و there were، بس قبل ده كله لازم ناخد كلمة there نفسها حبيبي معناها هناك خلاص، ودي بتدل على المكان. يعني لما اجي اقول لك كده I like Alex، يعني انا بحب والله اسكندرية. I go there يعني انا بروح هناك every year يعني كل سنة. لو انا بصيت بقى هتلاقي كلمة there دي معناها هناك، لما اقول لك عايدة من على مين هتقول لي عايدة على اليكس اللي هي اسكندرية. قال لك بقى تعال نشوف موضوع there is و there are و there was و there were وكمان ازاي بختار ما بينهم. قال لي حبيبي ان there لو جي معاها is او are قال لي هيبقى معناها يوجد، تاني هيبقى معناها يوجد، بس الفرق ما بينهم ان is هيجي وراها اسم مفرد لكن are هيجي وراها اسم جمع. اما بقى لو there حبيبي جي وراها was او جي وراها where قال لي هنا بقى مش هيكون معناها يوجد، امال قال لي هيكون معناها كان يوجد، وبرضو الفرق ان was هيجي وراها مفرد و where هيجي وراها جمع. طب يعني ايه الكلام ده مستر؟ قال لي يعني there is و there are معناها يوجد لما يكون الكلام مضارع، وطبعا there was و there were بتيجي بمعنى كان يوجد لما يكون الكلام في زمن الماضي، تاني لما يكون الكلام في زمن الماضي. حباب الاختيارات فيها بتعتمد على حاجات معينة. اول حاجة ممكن يجيلي الاختياري بشكل بسيط جدا بحيث ان هو بيعتمد على نوع الاسم فقط لا غير، بمعنى ان لما يجي يقول لي there is are ولا where upon، فهنا حبيبي لما هبص على كلمة upon هلاقيه اسم مفرد، وبالتالي ما ينفعش ولا where ولا are لان دول مع الاسم الجمع، فبالتالي هختار there is، تاني there is، او ان هو يقول لي there is ولا was ولا where some cars. هبص هنا على الاسم برضو اللي هو كلمة cars، قال لي ده اسم جمع يعني ما ينفعش ولا is ولا was، فبالتالي هختار where. فالموضوع ممكن يجيلي بكل بساطة بالمنظر ده، ان هو بيعتمد على نوع الاسم فقط، هل هو مفرد او هو جمع، ولكن لازم نخلي بالنا ان في اسم ثالث، اسم غير معدود اللي بعمله شكل المفرد بالضبط. يعني لما يجي يقول لي كده حبيبي there was ولا where ولا are some Jews in the fridge، يعني كان فيه بعض العصير في التلاجة. برضو هبص هنا على الاسم اللي هو كلمة جوز. طب جوز دي ولا هي مفرد ولا هي جمع؟ ده اسم لا يعد، قال لك يعمل معاملة المفرد يعني ما ينفعش where ولا ينفع are، فبالتالي هختار was. فاذا هنا الاختياري شكل ما قلت بشكل بسيط جدا، لانه بيعتمد على الاسم ولا بيعتمد على نوع الجملة ولا بيعتمد هل الكلام ماضي ولا مضارع. قال لي بقى طب قدر يا مستر جاب لي مضارع وماضي، يعني جاب لي اربع اختيارات.
قال لي هنا لازم افرق بين المضارع والماضي، وهنا هشوف الكلمات اللي بتدل على المضارع. شكل كلمة ناو مثلا، او الكلمات اللي بتدل على الماضي اللي احنا عارفينها، شكل كلمة yesterday او كلمة last او كلمة ago او in the past، على حسب يعني ايه برضو المستر. تعالوا نشوف مثال يوضح اكتر. لما يجي يقول لي there is are was were a pen on the table now. هنا برضو اول حاجة حبايبي لازم اوصلها هو الاسم، لان الاسم ده بيخليني احذف اجابات. a pen ده اسم ايه يا حبايبي؟ مفرد، برافو عليكم. فبالتالي ولا were تنفع ولا are تنفع. be is was اللي هي بتاعت المفرد. طب انا هختار ازاي؟ اكيد اسم مضارع was ماضي، يبقى لازم احدد هنا زمن الجملة. لقيت كلمة now، now دي من علامات المضارع، فبالتالي هختار is، فهقول there is a pen on the table now. تاني there is a pen on the table now. طيب تعالوا نشوف مثال تاني. لما اجي اقول there is are was were three cars in the street yesterday. طبعا برضو اول حاجة اوعى تنسى تبص لها هو الكارز الاسم بتاعي، وثري يعني الكلام ده جمع، يبقى ولا was تنفع ولا is تنفع. طب جميل خالص. بقى are where واحدة مضارع واحدة ماضي، يبقى لازم اشوف هنا زمن الجملة دي ايه؟ yesterday، برافو عليك، ويبقى الكلام ده ماضي، فبالتالي هختار where، مش هينفع اختار are. يبقى اذا الاختيارات يا اما هتيجي بشكل بسيط جدا بتعتمد على الاسم فقط، يا اما بتعتمد على المضارع والماضي، وهنا اكيد في كلمة بتحدد لي هل الكلام مضارع ولا هل الكلام ده ماضي. موضوعنا بقى حبايبي بيتكلم عن there was. there was دي اللي معناها كان يوجد. احنا ان there was دايما اللي هيجي وراها يا اسم مفرد اكيد يا اسم لا يعد، اي حاجة من الاتنين دول، تاني يا اسم مفرد يا اسم لا يعد. بس هو مخصصها لي هنا في الوحدة دي بالاماكن، يعني بيعرف الاماكن بكلمة there was، بيتكلم عن المدينة وبيقول كان في مكان جنب مكان، فوق مكان، تحت مكان، بجوار مكان، نفس الكلام ده. يعني بص لقيه جايب لي الجملة بتاعتها بالمنظر ده، يقول لي there was، وبعدين يجيب لي المكان الاول او اسم المكان الاول قبله ا او ان، وبعدين يجيب لي حرف الجر اللي بيدل على المكان، وبعد كده يجيب لي المكان الثاني وقبله كلمة ذا. مثال بسيط يقول لي there was a hospital، يعني كان يوجد، لاحظ، a hospital مستشفى near the station يعني بجوار المحطة. يبقى لاحظ ادي there was الاسم الاولاني، اسم المكان الاولاني قبله ا، ادي حرف الجر، ادي the station المكان التاني المعرف اللي هو بذا. there was a hospital near the station يعني كان يوجد مستشفى بجوار المحطة. تاني كان يوجد مستشفى بجوار المحطة. طيب يا مستر لو هي في دماغي بالعربي وانا عايز اقولها بالانجليش، يعني مثلا انا عايز اقول كان يوجد مكتبة بجوار المدرسة، اقولها ازاي دي؟ طبعا كان يوجد يعني there was، خلي بالك لان الاسم بتاعي مفرد. طب المكتبة دي اقول ذا ولا ايه؟ هقول لك لا، a library يعني كان يوجد مكتبة. طيب بجوار اسمها next to او beside، وبعدين المدرسة اسمها the school، يبقى المكان التاني لاحظ ان انا بجيب قبله the، تاني المكان التاني بجيب قبله the. طب يا مستر هي ممكن تجيلي في الترتيب؟ قال لي ايوه ممكن تجيلي في
في الترتيب، بمعنى يقول لي كده behind was there a hotel train station there. ويجيب لي الخط تحت there ويبدأ يقول لي رتب. يبقى إذن الترتيب بتاعي هيكون كالتالي: there was، طب أجيب a hotel ولا the train station؟ هتقولي لأ a hotel الأول، يبقى there was a hotel. طيب فين حرف الجر؟ behind، وبعدين المكان التاني اللي قبله ذا، فأقول ذا train station، يعني كان يوجد فندق خلف محطة القطار. تاني، كان يوجد فندق خلف محطة القطار. طيب حبايبي، مهم جدا بقى ان انا اعرف لو قلب was قبل there، يعني لو جاب لي was وبعدين جاب لي there وبعدين كمل السؤال قال لي هي هيكون معناها هل كان يوجد، لان اي فعل مساعد في اول السؤال بيكون معناه هل، وهنا بجاوب بيس وبدل تبقى there was او no there wasn't. تاني no there wasn't. مثال لما يجي يقول لي was there a pavement، يعني هل كان يوجد رصيف in front of، هنا in front of يعني امام the bridge يعني قدام الكوبري. طبعا هنا اكيد no وبدل يبقى there، المفروض طالما no يبقى was هتبقى wasn't، يبقى no there wasn't. تاني no there wasn't. يبقى انا كده قدرت اجاوب على السؤال. طيب هل هو ممكن يجيلي برضو في الترتيب؟ هقول لك ممكن يجيلي في الترتيب، وقلت لك خلي بالك هل هو حاطط الخط تحت there ولا حاطط الخط تحت was. يعني لما يجي يقول لي كده school، school بمعنى مدرسة، وبعدين there، وبعدين was، خلي بالك الـ W capital حتى انه مش حاطط خط يعني معناها ان انا هبدأ بيها، وعندنا a، وعندنا the hotel، وعندنا كمان near، ويبدأ يقول لي رتب يلا. طيب اذا ده سؤال لانه بادئ بكلمة was، فلما اجي ارتب هبدأ طبعا ب was there. تاني هبدأ ب was there، وبعدين بعد was there هجيب الاسم اللي فيه a، يعني ما ينفعش اقول was there the hotel، غلط. يبقى was there a school، يعني هل كان يوجد مدرسة، وبعدين اقول near بجوار the hotel، المكان التاني لانه معرفة هو اللي بيجي فيه the. was there a school near the hotel؟ وهنا بقى هبدأ اجاوب اقول yes there was او no there wasn't. طيب يا مستر بيجيبها لي ازاي في سؤال الصورة؟ طبعا بيديني تدريب على سؤال الصورة، بيجيب لي مثلا يقول لي barber shop، barber shop يعني محل حلاقة، ويديني كمان معاها مثلا كلمة near، ويديني كمان معاها مثلا بنك، بنك حبيبي اللي هو البنك. طيب وقول لي yes تحتها مثلا يعني نعم، وبيطلب مني ان انا اعمل سؤال. يبقى هي الفكرة كلها ان انا بعمل السؤال ده ب was there، was there يعني هل كان يوجد، فحقول was there الاولاني هجيب قبله اوعى تنسى، يبقى a barbers shop. طب فين البربوزيشن بتاعي؟ near. طب اقول bank؟ لا هقول the bank question mark بتاعتي. طب الاجابه هقول yes there
واز. وبكده يبقى انا قدرت لما يجيب لي الكلمات اقدر اعمل منها سؤال واجابه. تعالوا نشوف حبايبي بقى بسرعه التمرينات اللي موجوده في الكتاب على الكلام ده في صفحه 44. بيقول was there a bank across the library؟ هنا لازم اكون حافظ حرف الجر كله. across بتاخد حرف الجر from. was there a hotel beside the school؟ قال لي yes there. طبعا لما ببدل بلاقيها تطلع yes there was. تاني yes there was. the cat is in the chair or the cat القطه is in the chair. طبعا between محتاجه مكانين, across محتاجه from, next محتاجه to, يبقى هاخد على طول behind يعني خلفها. there was a hotel in the barber's shop يعني كان يوجد فندق in the barber's shop. طبعا هنا ما اقدرش اقول from عشان عايز across, ما اقدرش اقول الفندق هيبقى داخل محل الحلاقه ولا الفندق هيبقى تحت محل الحلاقه, لان محل الحلاقه هو اللي بيبقى تحت, المحلات بتبقى تحت دايما. فاذا هقول above there was a hotel above the barber shop. طيب نمبر 5 was there a library near the hospital؟ قال لي no there. طالما no يبقى على طول there wasn't. تاني wasn't. طيب تعال نشوف نمبر 6 بولي was a post office near the train station؟ حبايبي يبقى was ها there. فين there بتاعتنا؟ اهي هل كان يوجد. طيب بولي the hotel is in front of the new club. طبعا in front بتاخد حرف الجر of, in front of يعني امامه. طب نمبر 8 بولي there was a library in the hospital. there was a library in the hospital. ينفع اقول across؟ هتقولي لا محتاجه from. طب ينفع اقول next؟ محتاجه to, front محتاجه in او in front of كلها, يبقى هقول beside. beside معناها بجوار. تعال نشوف يلا الترتيب. عندنا was with the post office with there وبeside وa school. جميل خالص. يبقى اذا هبدا ب was واجيب وراها there وبعد كده الا ولا الذا؟ لا الا, يبقى a school. هل كان يوجد مدرسه؟ فين حرف الجر بتاعي؟ beside. وبعدين اقول the post office. طيب تعال نشوف اللي بعده. theater behind the is train station the. طبعا هنا مديني اتنين the, يبقى لو عادي لو بدأت بالثياتر اللي ورا الترين ستيشن او الترين ستيشن اللي ورا الثياتر كله صحيح خلاص. فهقول the theater يعني المسرح, وبعدين اقول is, لازم اجيب verb to be قبل ما اجيب ظرف المكان او حرف الجر اللي بيدل على المكان. behind يعني خلفه, the train station يعني خلف المحطة. تاني the theater is behind the train station. تعالوا حبايبي يلا نشوف التمرينات الموجودة في صفحة 47. بيقول لي circle the odd word and replace it with a correct one. مفروض بشيل الكلمة وحط مكانها كلمة شبيهة بالباقي. عندنا include يشمل وتضمن, near in between. طبعا هنا الفعل بتاع include الباقي كله حرف جر للمكان, فبالتالي هجيب اي حاجة بقى on under اي حرف جر. bank school above and museum. طبعا لو بصينا هنلاقي كلها اماكن ما عدا above, ده حرف جر بيدل على المكان, فبالتالي هجيب اي مكان بسيط وسهل شكل زو. عندنا plane past near and train. طبعا near دي خلاص مش شكلهم لان هم كلهم وسائل مواصلات, وهجيب اي حاجة بقى شكل مثلا تاكسي. تاكسي اللي هو التاكسي او الكار. Thursday, Monday, behind and Friday. كلها ايام طبعا ما عدا behind. طبعا هشيل behind واجيب شكل مثلا Sunday. Sunday حبايبي اللي هو الاحد. How, when, where and what. طبعا where فعل مساعد لكن الباقي كله ادوات استفهام, فهشيل where حبايبي واحط where, بس دي معناها اين. تعال نشوف القطعه بتاعتنا. بيقول لي ماي نيم از سما, يعني انا اسمي سما. ام ان كلاس 6, يعني انا في سنه سته. اي جو تو سكول اون فوت, بروح المدرسه سارا على الاقدام. ماي سكول از نير ماي هاوس, يبقى بتروح مشي عشان المدرسه جنب البيت. اي اولويز ووك اون ذا بيفمنت, بمشي دايما على الرصيف. ماي سكول از اكروس فروم ذا بوست اوفيس, يعني مدرستي قصاد مكتب البريد. there is a library in my school. طبعا قلت لكم حبايبي لازم اقرا من نقطه للنقطه وترجم.
يعني يوجد مكتبة في مدرستي. I always read books in the library. يعني أنا دايما بقرأ كتاب في المكتبة. It's beside the music room. هي جنب غرفة الموسيقى. There is a train station behind my school too. يعني في محطة قطار جنب خلف المدرسة أيضا. تعال نشوف أول سؤال. بيقول لي the school is a the train station. بيقول لي المدرسة إيه محطة القطار. أنا عايزك تلاحظ بقى، هو قال لي there is a train station behind my school. المحطة خلف المدرسة، لكن تحت قال لي المدرسة إيه المحطة. أقول له لا كده بقت in front of يعني أمام. اللي بعدها سما's house is a her school. يعني بيت سما، يا ترى بعيد ولا قريب؟ احنا قلنا اكيد قريب عشان هي بتمشي، هو اللي كمان near، يبقى هقول near her school. طيب اللي بعدها بقول why، قلنا why حبيبي معناها لماذا. بقول why does سما go to school on foot، ليه بتروح المدرسة سيرا على الاقدام؟ قلنا لان المدرسة جنب البيت، يبقى هقول because، لان her school يعني مدرستها near her house، المدرسة بتاعتها جنب البيت. Number four بقول where can سما read books، يعني أين تستطيع أن تقرأ سما الكتب. طبعا شكل ما شوفنا فوق إن سما بتقرأ الكتب فين حبيبي؟ ها in the library. In the library يعني في المكتبة، هكتب in the library. تاني in the library يعني في المكتبة. حبايبي تعالوا يلا بينا لموضوع مهم جدا، وهو موضوع الايميل. الايميل هو سؤال جديد معانا السنة دي، المفروض ان انا اعرف ازاي بكتب الايميل والاسس والقواعد اللي انا من خلالها اقدر اكتب ايميل كويس وممتاز. طبعا مهم جدا في الايميل حبايبي ان انا اقرأ رأس السؤال. الايميل طبعا غير الباراجراف، لان الايميل بيبقى فيه حاجات موجوده في راس السؤال لازم اكتبها، في حاجات ثابته في الايميل بكتبها، والحاجات دي حبايبي باخد عليها درجات. طيب تعال نشوف كده بيديني راس السؤال في الايميل ازاي. هنا بيقول لي write an email of 7 sentences، اكتب ايميل من 7 جمل. تاني اكتب ايميل من 7 جمل. تعال نشوف، بيقول لي write an email to your friend علي to tell him about your school library، عشان تقول له عن مكتبة المدرسة. Your name is عمر، يعني انت اسمك عمر. And your email address is عمر@gmail.com، ده عنوان البريد الالكتروني بتاعي. Your friend's email address is علي@gmail.com. طبعا مهم جدا حبيبي رأس السؤال، ليه؟ لان بعرف منه حاجات معينة محتاجها في كتابة الايميل. اول حاجة انا عرفت ان صديقي اسمه علي، انا عرفت اسم صديقي. تاني حاجة ان انا عرفت ان انا اسمي اللي حمضي بيه تحت هو عمر. طيب تالت حاجة عرفت عنوان البريد الالكتروني بتاعي انا، وكمان عنوان البريد الالكتروني بتاع صديقي. طيب حاجة مهمة جدا بقى حبيبي، هو ان انا اعرف الموضوع بيتكلم عن ايه. طب انا هعرف منين؟ اللي جاي بعد about، اللي هي tell him about your school library، مكتبة المدرسة بتاعتك. يبقى هنا ده رأس السؤال بتاعي، ده اسم الموضوع اللي انا هكتبه في كلمة subject، شكل ما هنشوف دلوقتي. طيب الايميل حبايبي في حاجات اساسية كده موجودة اصلا عندي، اللي هي to وfrom وsubject. يعني ايه to يا مستر؟ يعني الايميل ده رايح لمين. وهنا هكتب عنوان صديقي، تاني هكتب عنوان صديقي مش عنواني انا، عنوان الالكتروني. طيب from من مين؟ يبقى هكتب عنواني انا. طيب subject حبايبي اللي هو الموضوع. طيب قلت to بكتب عنوان صديقي، وfrom بكتب عنواني انا، وبعدين subject الموضوع. كل ده هيجي منين؟ من رأس السؤال. خلي بالك الحاجات دي باخد عليها درجات. طيب قلت فين عنوان صديقي؟ علي اهو، طبعا small letters، علي جدا علي. خلي بالكوا العلامة دي اسمها at gmail
gmail.com. تاني عليا gmail.com. طب فين عنواني انا؟ اهو amr@gmail.com. طيب انا كده كتبت عنواني وعنوان صديقي. طب السبجكت الموضوع، الموضوع بيجي بعد كلمة about اللي هي حبيبي ها your school. بس your دايما او you بتتحول، يعني your تتحول لmy وانا بكتب رأس السؤال، ويو تتحول لاي، يبقى يو لاي ويور لماي. فهنا هكتب ماي سكول لايبرري، يعني مكتبة المدرسة. تاني ماي سكول لايبرري اللي هي مكتبة المدرسة. طب ايه السطر ده يا مستر؟ السطر ده حبيبي بكتب فيه دير يعني عزيزي، او كلمة هاي، واسم صاحبي اللي انا باعت له الجواب. طب انا باعت لمين الايميل؟ سوري، انا باعت لمين؟ لعلي. فهقول دير علي واحط لكم بتاعتي. طب وبعدين؟ قال لي اول سطر حبيبي ما كتبوش من اول السطر، ما ابتديش من اول السطر. امال هبتدي منين يا مستر؟ قال لي من تحت علي، من تحت الاسم. طب في حاجات ثابته بقى في اي ايميل حبيبي بكتبها وانا جاي بكتب الايميل، تاني حاجات ثابته كده احفظها واكتبها في اي ايميل. طيب ايه هي؟ اول حاجه لازم اسال عن صحته، يعني هقول له هاو ار يو، هاو ار يو يعني كيف حالك، واحط الكويستشن مارك بتاعتي. طيب وبعدين؟ قال لي بقول له ان انا سعيد ان انا ببعت لك الايميل ده، فاقول له ام هابي يعني انا سعيد تو send you يعني ان انا ارسل لك. تاني سطر بقى ببدأه من الاول، this email يعني انا سعيد ان انا ابعت لك الايميل. طيب دي لازم اكتبها في اي ايه؟ في اي ايميل. وبعدين ببدأ اكتب له انا عايز اكلمك عن ايه، برضو دي ثابتة. طب هقولها ازاي؟ قال لي I would، او ان انا اكتبها ابوستروفي دي، like to tell you about يعني انا عايز اخبرك عن. لحد كده ده كله بينكتب في اي ايميل. وبعدين اجيب له بقى رأس الموضوع بتاعي اللي هو my school library. يعني انا عايز اكتب لك عن المكتبة بتاعة المدرسة بتاعتنا. طيب عشان اكتب عن المدرسة لازم اقول الاول ان انا بحب المدرسة، يعني هقول I like my school يعني انا بحب مدرستي. تاني I like my school، هقول هي كبيرة ونظيفة، فأقول it is big and clean يعني هي كبيرة ونظيفة. ولاحظ بعد كل جملة بحط فلسطاب وببدأ بكابيتال لتر، بحرف كابيتال، اوعى تبدأ بحرف سمول. طيب قلت خلاص عن المدرسة، هبدأ أقول إن المدرسة دي فيها مكتبة، يبقى هقول it has اللي هي المدرسة يعني ادي عايدة على المدرسة a library يعني هي فيها مكتبة. تاني it has a library يعني فيها مكتبة. هبدأ أوصف المكتبة دي، يعني هقول my school library يعني مكتبة المدرسة بتاعتي is clean نظيفة and quiet. sorry and quiet، quiet حبيبي بمعنى هادئة. تاني is clean and quiet. طيب انا كده وصفت المكتبة، المفروض ان انا اقول ان انا بروح هناك امتى. فاقول مثلا I go
there، وشكل ما قلنا حبايبي ان كلمة there دي معناها هناك، فاقول I go there يعني انا بروح هناك twice مرتين a week في الاسبوع، تاني بروح هناك مرتين في الاسبوع. ممكن اقول انا بروح مع مين، I go with my friends، بروح مع اصدقائي، واحط الفلسطوب بتاعتي. المفروض اقول بقى بعمل ايه، فاقول I read books، بقرأ الكتب. ليه؟ هقول it has، لان فيها different kinds يعني انواع مختلفة of books، من ايه يا حبيبي؟ من الكتب. يبقى انا كده كتبت عن المكتبة بتاعت المدرسة بشكل جميل ومنسق، وفي نفس الوقت قدرت اكتب الايميل شكل ما هو عايز. يبقى اذا لازم اقرا راس السؤال كويس، لان طلعت منه عنوان صديقي وعنواني واسم صديقي واسمي كمان، وكمان عرفت موضوع الدرس وبكتبه فين. عرفنا اني بكتب دير والاسم، لغيت هنا محفوظ حبايبي، ده لازم احفظه وده لازم احفظه ودي لازم احفظه، لغيت كلمه about، وهنا ببدأ اغير على حسب عنوان الدرس واكتب الموضوع بتاعي. اخر حاجه خالص حبايبي بكتب best wishes، best wishes السطرين دول حبايبي بكتب best wishes مع اطيب امنياتي، وممكن اكتب اسم على طول او اكتب yours عزيزك، واكتب اسمي اللي هو عمرو. يبقى انا كده كتبت موضوع او كتبت ايميل مثالي اخد عليه درجه نهائيه ان شاء الله. تعالوا نشوف حبايبي سؤال الترتيب معانا. طبعا بيقول لي behind hotel was with there with that with school. طبعا هنا ده سؤال لانه بادئ بwas، فهقول was، اللي هيجي ولا was اكيد there، فهقول with there. طب اجيب a ولا ذا؟ الاول يبقى a school. طيب was there a school؟ فين حرف الجر بتاعي؟ behind، برافو عليكم. الاسم بقى اللي فيه ذا يبقى ذا hotel. تاني was there a school behind the hotel. طيب تعال نشوف اللي بعدها، park the there near was school. دي جملة بقى عادية من السؤال، يبقى هقول there was a school المكان اللي فيه الأول، وبعد كده near، بعدين المكان اللي فيه ذا يبقى the park. تعال نشوف البنكتويشن ماركس، was there a barber shop near Nada's house. طبعا هنا احنا متعودين ان هو بيديني علامتين ترقيم فقط، طبعا الدبليو هنا لازم تبقى كابيتال، لازم اكتب الجملة كلها. there a barber's shop near Nada's، لاحظ ان هنا محطش ابوستروفي للاس، house في الاخر طبعا احط الكويستشن مارك. طيب عندنا no there wasn't، طبعا no لازم تبدا بكابيتال لتر، بعدها كوما، بعد كده there wasn't، يبقى اذا عند ال n وعندي الكوما. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الشرح بتاعنا النهارده، ويقدر يساعدكم في حل اي كتاب سواء كان المعاصر او غيره. استنونا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، ودي هتكون مع موضوع الريدنج بتاع الوحده الاولى، وده دايما بيبقى اخر درس بيديني موضوع ريدنج، المفروض اقراه كويس واطلع اللانجوج نوتس اللي موجوده فيه عشان اقدر احل. يلا شير لكل زمايلك ان شاء الله عشان الكل يستفيد، ويستنانا في الحلقه اللي جاية. Goodbye. السلام عليكم.